فلوس تصرف علشان اعمل او المريض او التعقيم او هو ده فن. معانا تقرير عن الشعب يوجه السيد وزير الصحه، فاسمح لي انه نشوف التقرير ونرد عليه. وجاينا شكوى من دمياط بيشتكوا من مستشفيتين عزبه البرج وكفر سعد، بيقولوا دي مستشفيات موت، عايزين نخليها مستشفيات حياه. شوف التقرير. التأمين الصحي حق لكل مواطن، وتوفير المناخ الملائم لتقديم خدمة طبية راقية حق لكل طبيب. الطرفان معا اليوم في 90 دقيقة، والشعب يواجه وزير الصحة. الطبيب امتى هياخد مرتب مجزي؟ انا عايز اشتغل شغل مجزي يخليني يكفيني انا وبيتي واولادي. فوجئنا امس بتصريحات صادرة عن السيد وزير الصحة بيقول فيها ان ممكن لا يطبق كادر الاطباء هذا العام، واحنا بنشوف ان هذه تصريحات محبطة لكل الاطباء. يا وزير الصحة، بقالي 15 يوم دايخ على لبدول امبول 10 ملي، فين؟ لا في الاسعاف ولا في الصيدلات الكبيرة، في اهمال وما فيش اهتمام بالمريض خالص نهائي في التأمين الصحي اللي جنب المحافظة بتاعت الجيزة. انا مريض اورام غدة نخامية، وبقالي سنة كده دايخ مش عارف اتعالج بين هيئة التأمين الصحي وبين مركز الجمالية بمعهد ناصر. ما بنلاقيش اهتمام بالناس. احنا حضرتك في مرة انا كان ليا ابن عمي جايبين له ترول في الطرقة علشان خاطر مش لاقيين له سراير. انا عندي سيولة في الدم، لازم اخد الاسبرين بروتكت، ده مش لاقياه خالص في السوق. مشكلة الخدمة العامة اللي في الوحدات الصحية، مشكلة الطبيب نفسه اللي مش متدرب من خالص يعني تقريبا. كفايه علينا قوي بدل العدوى الفظيع اللي بيدهولنا اللي هو 12 جنيه، حد يجي له هيباتيتس سي ولا هيباتيتس بي ويقول لك بدل العدوى بتاخدها كل شهر 12 جنيه، الفاكسين بتاع الهيباتيتس بي دلوقتي الفاكسيره كلنا عارفين بيبقى بكام، وبناخده على حسابنا، وزاره الصحه ما بتوفرلناش فاكسينات. انا عايزه يبص بعين الرحمه للناس اللي بتتعرض على الكوميسيون، الراجل اللي ما بيلاقيش ياكل ولا يشرب ولا ياكل مراته ولا اولاده وما لهوش اي تامينات وعايز يخش في معاش ابوه او امه. فين الخدمات بتاعت المستشفيات؟ فين العلاج؟ فين الدكتور اسنان يقول لي مفيش معدات، مفيش عده عندي اشتغل بيها؟